السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. من هذا الشخص؟ هذا الشخص يعرفوه الجزائريين. هذا الشخص ماهر جنينة. هذا الشخص ماهر جنينة هو اللي استضافه خالد الغندور وحب انه يدير ضغط على المنتخب الوطني باسئله محرجه حول انه ممكن جمال بالماضي يستقيل من المنتخب الوطني. تكلمنا فيديو سابق وقلنا باللي ناجم بالماضي غير معني بهذا الخبر او بالحصري نتاع قناه الزمالك وخالد الغندور، وانها مجرد مسرحيه يدير فيها يعني خالد الغندور. ماهر جنينة تعرفوه اوكي، وكاين بعض الفلاسفه اللي خرجوا قالوا لنا باللي وبالماضي وكذا واعداء الجزائر بالماضي ومنش عارف وكذا وكذا وراو يخلص خالد الغندور وما علينا وما علينا، ما هم مشتوا ساعه يشتوا يحلموا بعض الناس. معليش مارغرينا بينا او بينا باللي خالد الغندور ما يحملش راو وعنده عداوه كبيره مع راو، ما يهمناش. اللي هو جبنا مقطع نسمعوه مع بعض يتكلم فيه ماهر جنينة على المدرب اللي راح يستقيل في بداية شهر سبتمبر أو في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر. خي قلنا هنا كاش ما كان حاجة جديدة ولا دليل، رانا في الخدمة خاوتي. جبنا بعض دليل يتكلم فيه ماهر جنينة على المدرب اللي راح يستقيل. نسمعوا مع بعض وش يقول ماهر جنينة اللي خرجوا فلاسفة وقالوا لنا بلي هو بالماضي. نسمع مع بعض. الفرق اللي موجودة، في ناس بتقول المغرب، لا منتخب المغرب حاليا عنده مشاكل كبيرة جدا بتواجهه في يعني مع المدرب الحالي حاليلوزيتش عامل مشاكل كبيرة جدا مع اللعيبة المحترفة في الفريق. أكد بقى لحضرتك معلومة، ما بيلعبش اللعيبة تحديدا، لا بياخد اللعيبة اللي بتلعب في أوروبا، اللعيبة المحترفة في الدوريات، زي عامل مشكلة مع بدر بانو مش بدر بانو، حكيم زياش كان محترف في الدوري الهولندي بعد كده اتنقل للدوري الإنجليزي في تشيلسي، وحكيم زياش عنده علاقات مع اللعيبه يعني اللي من اصول مغربيه محترف في الدوري الهولندي زي المزراوي زي سفيان المرابط، كل اللعيبه دي حيلوزيتش مش بيضمهم للفريق. حصلت بينه وبين حكيم زياش مشاده بسبب ليه انت ما بتضمش اللعيبه دي، ومن هنا بدات المشكله. معظم اللعيبه في صفوف المنتخب المغربي لن تريد الراجل، يعني مش عايزه حيلوزيتش. واقول لحضرتك اقرب واحد من المدربين اللي هيرحل خلال فتره التصفيات عن منتخب بلاده حليلوزيتش بنسبة كبيرة مش هيكون متواجد مع منتخب المغرب. أشوف أقول لحضرتك أقرب واحد من المدربين اللي هيرحل خلال فترة التصفيات عن منتخب بلاده حليلوزيتش بنسبة كبيرة مش هيكون متواجد مع منتخب المغرب. أشوف كما سمعته صوت واضح وضوح الشمس، ماهر جنينة يتكلم قال كاين مشاكل بين حليلوزيتش واللاعبين المحترفين تاع المنتخب المغربي وحكيم زياش، وكاين لاعبين من هولندا كان رافضها مع حليلوزيتش، واقرب مدرب للاستقاله في تصفيات بدايه تصفيات يعني كاس العالم اللي فيكون في سبتمبر هو وحيد حليلوزيتش. قلتها سابقا، راهو عنده ضغط في الاعلام، الاعلام المغربي مارس ضغط من اجل اقاله وحيد حليلوزيتش رغم انه ماهوش يدير في نتائج كارثيه لكنهم باغيينه ويروح. قلناها سابقا، مي بصح الله غالب، كاين ناس تامن بمعزة ولا طارت، تامن بمعزة ولا طارت، الله غالب، ربي شافيهم على كل حال من بعض العباقرة واللي يعيشوا الناس في الأحلام. قلناها من الأول، الحكاية كامل دارها غندور وهدر على بالماضي من أجل يعني إضعاف المنتخب الوطني ونشر البلبلة هذه في المنتخب الوطني. ماذا بهم المنتخب الوطني دائما يبقى في أزمات. الغندور من بكري ما يحبكش وما يحبش ليكيب تاعك وما يحبش ليكيب ناسيونال تاعك، بالذراع يولي يحبك ما يحبكش، هذه امر منطقي وعلى بالنا به خالد غندور شكون. وتكلمناها سابقا وقلنا عنده عداوه مع رئيس الاتحاد السابق وهضرنا فيها وكذا، بصح ناس الله غالب تامن معزه ولا طارت. معليش السيد ماهر جنينة في مش في برنامج الزمالك، مش ما نتفاهموا، مش في قناه الزمالك، في قناه اخرى مصريه، قال لك حليلوزيتش هو الأقرب للاستقالة في بداية تصفيات كأس العالم، وعنده مشاكل سماها عديدة، اللاعبين المحترفين زياش وكذا وكذا وكذا، الضغط الإعلام المغربي ما ننساوش. سابقا تكلمناها، مي بصح معليش كاين ناس الله غالب، قلت نعاود معزة ولا طارت. نروحوا بالماضي، بالماضي مش على زدنا نتكلم عليه، بالماضي هدرها هو. أنا
سواء يبقى زتشي يروح زتشي يجي عمارة يروح عمارة، أنا عندي مشروع وأنا ولد الشعب وجيت للشعب وعندي مشروع، مشروع انتاعي هو كأس العالم. كأس العالم هذه خلاص مبقاش هدرة، نورمال مبقاش هدرة. تتبقى نسمع في بعض المواقع بعض تاع الفيسبوك، انا ما نهزش عليه ما نكذبش عليك بخوتي، انا ما الاخبار هذه ما مش شو ما عندهاش مصداقيه ولا عندها مصداقيه، انا ما يعني ما تهتم ما نهتمش بها. وعماره مش يرد في التليفون، بالماضي كذا، بالماضي ما تيرس بان الحوايج هذه، ما نعمرش بها راسي. على بالي عماره يقعد عنده خلاف مع بالماضي، ما عندوش خلاف مع بالماضي، علاقته مليحه مع بالماضي، علاقته مش مليحه مع بالماضي، انا حاجه اللي ما عارفها ولا بالي بها، بالماضي عنده مشروع كاس العالم. من الاخر من الاخر ما على باليش انا، يهضر ما يهضرش، يكتبوا في المواقع في السيت، يكتبوا في الفيسبوك، فينش عن بالي كذا، في اليوتيوب، هو بعماره فيه عماره مش فيه، ما يتفهموش. ما انا ما نقولش وي كاينه منها اخبار صحيحه، وما نقولش لا نو ما كانش من هذه اخبار غلطه. انا حاجه واحده مقتنع بها، باللي السيد عنده مشروع كاس العالم، الناخب الوطني جمال بالماضي عنده مشروع كاس العالم. من الاخر جبه يعني جبه من الاخر بقى زتشي راح زتشي، بقى عماره قلتها ونعودها راح عماره، علاقه طيبه مع عماره، علاقه مش طيبه مع عماره. انا اعرف حاجه واحده، باللي الناخب الوطني جمال بالماضي عنده مشروع التأهل لكأس العالم مونديال قطر 2022، يعني من الاخر جيك معني من الاخر. اذا الغندور كما قلت سابقا امور واضحه، الغندور عنده ماذا به ليكيب ناسيونال تاع الجزائر تدخل في دوامه، وهذه مفروغ منها، ما يحبكش ما يحبكش، مش نحكي على امور اخرى، نحكي على كره القدم، ماهوش نسفهمني، هو ما يحبكش في كره القدم، ماذا بك تبقى ديما اضعف واحد في في, في, في افريقيا في العرب في كلش، تبقى دائما ضعيف. ما يحبكش بالذراع، مش بالذراع، كل واحد حر، واحد يشجعني ولا ما يشجعنيش هو حر، اللي يحب يشجع المنتخب الوطني مرحبا، اللي ما يحبش يشجعنا الله يسهل عليه براسه، وحنا ما نفرضوا حتى الواحد يشجعنا بالقوه، اللي يحب يشجعنا مرحبا، ما يشجعناش الله يسهل عليه. هذا هو خالد الغندور، ماذا به تصرى البلبله والقيل والقال. وكما قلت لك مهرجانينا اللي استضافوا خالد الغندور قال لكم اقرب واحد هو وحيد حالو، يعني من المفروض ما بقاش دوكا كلام، ما بقاش كلام صايب. ما ان شاء الله اللي كانوا غارقين في الاحلام ويوهموا الناس بالاحلام يفيقوا يفيقوا. يعني قلنا لكم الى عندك مشكله مع عبد اخر اهضر عليه، ما تعودش تدخل بالماضي في الوسط. عندك مشكله مع شخص ولا كذا تكلم على هذاك الشخص، ما تدخلش بالماضي في اي حاجه. واحد عندك عداوه معاه تقول له باللي راك انت عدو بالماضي عدو ليكيب ناسيونال، عندك عداوه معاه روح له ديريكتومون اون فاس، قابلو فاس ا فاس، قابلو ها فيك 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 الديفوات فيك الديفوات، ما تروحش هاك بالماضي هاك عدو الجزائر. نكبروا نكبروا شويه ونطلعوا في المستوى، مستوى والله يتكركر. اذا كما سمعنا ماهر جنينة محلل نادي الزمالك اللي استضافوا خالد الغندور يؤكد في قناه اخرى مصريه انه الناخب المغربي وحيد حليلوزيتش هو اول واحد ولا اقرب واحد الاستقاله في افريقيا في تصفيات كاس العالم اللي تكون في سبتمبر. اذا ما بقاش كلام من بعد هذا التصريح ماهر جنينة، يعني اللي باش نبينوا كل شيء. اذا بالتوفيق للمنتخب الوطني ولكتيبه جمال بالماضي، وبالتوفيق للناخب الوطني جمال بالماضي في تصفيه كاس العالم. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.